تيش تيش تيش. مش عايز تموته ولا ايه؟ لا مش عايز. طب سامع بيعمل ايه؟ سامع الصوت ده؟ شايف الدخان؟ طب قول ورايا يا بتوع الصوت، يا بتوع الصوت. حبيبي انت، حبيبي انت، حبيبي والله يا عيل بقى الوقت اللي بتقعد فيه في البيت تقضيه مع ابنك؟ خلاص اقعدي العبي معانا. يلا يا هيما. بالذمه ده كلام؟ عيشة ايه بس دي يا رب اللي انا مستحملها معاك؟ انت عايزه مني حاجه؟ عايزه جوزي يحس بيا ويعرف ان له زوجه محتاجه انه يهتم بيها، مش يسيبها يقعد يلعب مع ابنه. وابني كمان محتاج يحس ان في اب بيهتم بيه، مش كده ولا ايه؟ يلا يا هيما، يلا يا حبيبي، يلا يا انت لازم. هتقوم تقعد معايا ولا لا؟ هي الساعه كام معاك يا هيما؟ الساعه بقت 11. خلاص يبقى انا بقى يا هيما لازم انام بدري عشان عندي شغل الصبح بدري. تنام؟ بس انا مش جاي لي نوم يا فتحي. خلاص خليكي بقى صاحيه لغايه ما يجي لك نوم. وانت بقى يا هيما عايز تعمل ايه؟ هتنام ولا تلعب؟ تلعب تلعب يا هيما. يا ابني اذا كان وجود الواد عندك هيعمل مشكله هاته هنا في بيت جده وهي سته تربيه. ايوه يا حاج، بس الناس يعني هتقول ايه لما تعرف انه ساب بيت ابوه وجه اتربى في البيت هنا عندكم؟ الناس مالها بينا؟ وبعدين الناس دلوقتي الحمد لله اتاكدوا ان الواد ده ابنك من ميسا، ما فيهاش حاجه بقى لما يتربى في بيت جده وسته. يا ابني يا حبيبي ابوك كلامه مظبوط، ياما عيال اتربوا في بيت جدهم وستهم. الله، وبعدين خلاص الحمد لله يا رب العالمين، ابنك دلوقتي بيمشي، وحتى لو ما بيمشيش يا حبيبي ده انا اشيله جوه حباب عيني. ايوه بس انا خايف ان احنا كده نبان شكلنا ضعاف قدام البيت في مراتي دي. يا ابني ولا ضعاف ولا حاجه، انا ان كان عليا ما احبش الواد ده يبعد عني ابدا. دول بس الترتيبات اللي انا عملتها عشان ما حدش يعرف الحقيقه. بس يا واد يا فتحي بقى اسال ابوك كده، انا بحلم ليل ويا نهار ان الواد ده يجي يعيش معانا هنا ويتربى في حضني. تعالى يا حبيبي ولا اي حاج، مش اغلى من الولد برضه ولد الولد. انا بس نفسي افهم يا ابني، هو انت ومراتك مش ناويين تجيبوا لنا عيل؟